فيما يبدو ان قدر الشعب الطيب شعبنا انه يعيش اسير وعود الحكومه، ووعد بيسلم وعد، وكل الوعود دي بتوعد المواطن العادي الغلبان الفقير بالثراء والرخاء، بحياه كريمه، بمستقبل افضل، بان الدنيا هتبقى زي الفل وسهله، والناس هتتنغنغ في الخيرات، والناس هتعيش عيشه فل زي ما كانوا بيقولوا. انا فاكر زمان ايام الكويز في عهد الراحل حسني مبارك لما انضمت البلد لاتفاقية الكويز في نهاية التسعينيات، وطلع إعلام الحكومة وقف كل حاجة في البلد اعتمادا على اتفاقية الكويز، قال لك الشعب هيركب عربيات والأسعار هتنزل 60-70%، ونسب الفقر هتندثر، والأيدي العاملة هتزيد، والصادرات هتزيد، والبلد هتتنغنغ، وهنصدر وهنبقى كلنا أغنياء. وعدت الكويز السنة اللي فاتت، كانوا بيكلمونا عن اتفاقية جديدة ووعد جديد وهو البريكس، ونفس الكلام سبحان الله مع تغيير الوجوه والقنوات والأسماء والأشكال، لكن نفس الوعود اللي توعدها المواطن أيام الكويز توعدها المواطن أيام البريكس. والأسبوع اللي فات حضراتكم شايفين البلد واقفة قاعدة، إعلاميها، مسؤوليها، رئيس مجلس وزرائها، بوزرائها، بمحافظيها، الكل بيكلم المواطن وبيعده بحياة كريمة ورخاء وثراء وحل كل المشاكل اعتمادا على اتفاقية جديدة وهي اتفاقية رأس الحكمة. عارف المشكلة فين؟ حتى وإن كانت هذه الاتفاقيات مجدية واتفاقيات اقتصادية نافعة، إلا إنك توقف بلد بحجم بلدنا 105 مليون مواطن مصري، 7000 سنة حضارة، تاريخ وجغرافيا وماضي وحاضر ومستقبل، على مجرد اتفاقية هتنضم ليها مع بعض الدول، أو اتفاقية بتوقعها مع الإمارات لأجل إدخال 35 مليار جنيه، وإنك تحسس المواطن إن كل مشاكله هتتحل لمجرد إن 35 مليار جنيه دخلوا البلد. السؤال اللي بسأله كمواطن عادي، طب ماذا بعد نفاذ ال 35 مليار دولار اللي هيخشوا البلد؟ هنرجع تاني في الدوامة، ماذا بعد انتهاء هذه الصفقة؟ فاكرين اتفاقية البريكس بتاعت السنة اللي فاتت وقال لك كل حاجة في البلد هتنزل؟ سبحان الله، اسبوع اتنين زادت الاسعار في البلد 300%، سلع والخدمات والحاجات اللي كانت متوفرة ومرطرطة على الرفوف ما عادش موجودة. بالمناسبة انا لست ضد اي اتفاقية من هذه الاتفاقيات، ولا حتى ضد مشروع رأس الحكمة بغض النظر عن كينونة هذا المشروع، لكن المشكلة الوحيدة هي تضخيم هذه المشاريع والجدوى الاقتصادية والنفع على المواطن. المشكلة الوحيدة اللي بيني وبين هذا اللغط والوهم اللي بيتباع للمواطن ان البلد النهاردة كلها واقفة، كل قطاعات البلد الاقتصادية واقفة مستنية ال 35 مليار دولار بتوع الامارات. وبالمناسبة معلومة كده على السريع، 35 مليار دولار دولت بلدنا صرفت قدهم او اكتر منهم على الطرق والكباري خلال العشر سنين اللي فاتوا، مش صرفنا 2 تريليون على رأي على لسان عبد الفتاح السيسي، وتريليون و900 مليار على لسان كامل الوزير. ال 35 مليار دولت لو ضربتهم حولتهم لمصري هيدولك ايضا 2 تريليون جنيه. يبقى احنا مشكلتنا، احنا ازمتنا ليست في 35 مليار، مشكلتنا في مواد خام، مشكلتنا في مصانع قفلت، مشكلة في سياسة اقتصادية خاطئة، مشكلة في ديون متلتلة جبناها فوق قفا وقلب المواطن، فبقى المواطن مولود مديون، ماشي مديون، نايم مديون، ميت مديون، مديون للبنك الدولي والبنك المركزي وصندوق النقد وامريكا واستراليا والمانيا والخليج وافريقيا، احنا بقينا مديونين لطوب الارض. 35 مليار دولت لا هيسدوا ديونك ولا هيفتحوا لك المصانع، انت هتسد الفجوة الدولارية اللي موجودة في البلد، طب وبعد كده هتعمل ايه بكرة؟ هتعمل ايه السنة الجاية؟ بعد سنتين؟ ده اللي بسأله للحكومة، السادة الإعلاميين في البلد اللي بيمنوا المواطن ويوعدوه بالخير اللي جاي. بالفعل نتمنى الخير يكون جاي للمواطن، نتمنى الحال ينصلح، نتمنى الأسعار تنزل والمواطن يعيش حياة كريمة، لأن المواطن المصري يستحق ذلك.